المزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية. أستاذ رامي أهلا بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية. يعني يبدو أنه المسار الدبلوماسي ومسار الوساطات سواء الأفريقية أو الأمريكية لم ينجح وهناك حسم على الأرض، أي من الممكن يحدث أو إلى أي متى سيستمر هذا الوضع في رأيك خلال الفترة القليلة القادمة؟ يبدو واضحا أن نظام أبي أحمد في اللحظات الأخيرة قبل السقوط أو الإسقاط وربما يصل به الأمر إلى مصير مجهول لا يمكن الجزم به الآن، ذلك لأنه اجتمعت إرادة كل الفرقاء والحلفاء على حد سواء على ضرورة التخلص من نظام حكم أبي أحمد، حتى أن الداعمين له داخل أثيوبيا وخارجها لم يعودوا كذلك في هذا التوقيت. الحقيقة الـ 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 الهدنة أو الخروج الآمن أو المقاومة أو يعني محاولة التفاوض أصبحت كلها طرق مختلفة تؤدي به في النهاية إلى خسارة يعني حتمية، لأنه لم يعد بمقدوره أن يكون رئيسا لكل الأثيوبيين ولم يعد بمقدوره الحفاظ على وحدة الدولة الفيدرالية الأثيوبية. بالنظر إلى موازين القوة أستاذ رامي، هنا عندما نشاهد هذه المشاهد للأسرى نتحدث عن نحو 11 ألفا من الأسرى وبنتحدث أيضا عن موازين قوة ربما بدت مختلفة خلال الساعات الماضية أو الأيام القليلة الماضية والأخبار المتلاحقة عن الوضع في أثيوبيا، أي طرف بتعتقد أنه سيحسم الأمر في الأيام القادمة في رأيك على اعتبار أنه كل الخبراء في الشؤون الأفريقية الآن يشيرون إلى أنه الحسم سيكون عسكري؟ عسكريا الجيش الأثيوبي تم استنزافه بالكامل ولم يعد في مقدور مواجهة قوات تيجراي المتحالفة مع بعض ميليشيات الأمهاري وجبهة التحرير الأورومو، خاصة وأن جبهة التحرير تيجراي مدعومة بعقيدة ورغبة الانتقام لأنه مورث ضدها خلال عام كامل انتهاكات شديدة جدا ضد الشعب، يعني جيش حكومي فيدرالي يواجه الشعب. الآن عندما انقلبت الآية وأصبحت قوات تيجراي على بعد يعني كيلومترات من العاصمة، يبدو أن حتى كل المدن حوالين أو الإطار الاستراتيجي حوالين أديس أبابا قد سقطت تماما في أيدي تيجراي باستثناء أربعة مدن هي في طريقها إلى السقوط الآن. والأمر الملفت أن السقوط المدوي للدول للمدن حوالين أديس أبابا يحدث دون مقاومة أهالي هذه المدن، ويبدو أن أهالي هذه المدن يرون أنهم ليسوا طرفا في الصراع أو أنهم متفقون على ضرورة التخلص من أبي أحمد. طيب أستاذ رامي، بالنظر إلى أيضا الدعوة إلى تشكيل دوريات من المدنيين، الحفاظ على المناطق اللي بيسكنوا فيها المدنيين، حمل السلاح، كل هذه الدعوات هناك من الحكومة الإثيوبية، بالنظر إلى هذا هل يبدو في الأمر أنه لن يتم الاستجابة نهائيا إلى مطالب هذه القوات؟ أتحدث هنا عن تيجراي والقوات المتحالفة معها، ولم يتم التفاوض في المرحلة المقبلة ولكن هناك نية وإصرار على استمرار الوضع كما هو. القوات المتحالفة ضد نظام أبي أحمد عقدت العزم ووضعت هدف التخلص منه هدف فوق كل هدف. لا أتحدث هنا عن الحكومة الإثيوبية والطرف الآخر. الحكومة الأثيوبية عندما يدعو أبي أحمد إلى الدفع بميليشيات مسلحة ويرسل جنودا من قوات التعبئة العامة الأثيوبية شباب صغير غير مدرب ولا يحمل قدرا من العتاد إلى الصفوف الأمامية ثم يدعي بأنه يذهب لقيادة المعارك بنفسه، هذا يبدو واضحا بأنه الرمق الأخير، يعني أنه لا يملك شيئا يفعله أكثر من ذلك، ويبدو أن الاستجابة متواضعة جدا لأنه غير الاستجابة الإلزامية، يعني من هم في الجيش بعضهم يسلم أسلحته وينسحب كما نرى لأنه يرى أنه ليس طرفا في هذا الصراع ولا يجب أن يكون طرفا في هذا الصراع. والمهم أيضا أن نعلم أن المزيج السكاني للعاصمة هو مزيج من كل القوميات، وبالتالي هو يضع الآن القومية تحارب أهلها أو الأهالي تحارب أهلها بعضها البعض. طيب كل هذه التطورات بتأخذنا إلى الجانب الآخر وهو سؤالي الأخير لحضرتك متعلق طبعا بالجانب الإنساني، يعني في أي صراع دائما ما نتحدث عن الجانب الإنساني، في الوقت اللي المنظمات الدولية والدول المتقدمة بتدعو رعاياها إلى أنها يعني الحذر وبتجلي أيضا رعاياها ومواطنيها، وهناك أيضا حديث عن مسألة أنه حتى الرحلات التجارية المتاحة من الممكن استخدامها لهذا الغرض، هل هناك توقع لأي مساعدات إنسانية لأي عمل دولي على الجانب الإنساني على الأرض؟
بالتأكيد نتمنى ذلك، لأن القوى الدولية استطاعت أو الشعوب التي تنتمي للقوى الدولية وجدت حكومات تهتم بها وتعمل على إجلائها الآن من منطقة الصراع، بينما الشعب الأثيوبي هو الذي يعاني الآن، الخاسر الوحيد الدافع لكل الفواتير، يعاني من حرب ومن صراع ومن مجاعة ومن أمراض وانتهاكات ضد الإنسانية، ويدفع ثمن يعني سوء إدارة حكومة دولته. فنتمنى أن يتكاتف الجميع من أجل إنقاذ هذا الشعب، لأنه ليس له ذنب فيما يحدث بالتأكيد. أشكرك أستاذ رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية على كل ما تفضلت به من حديث.